تحديدا دكتور مصطفى، يعني يمكن السيد الرئيس الحقيقه النهارده اتكلم عنها بشكل كبير، وهو مساعده الدوله من القطاع الخاص، وشكر طبعا القطاع الخاص على مساعدته للدوله المصريه. شايف اهميه التعاون يا فندم بين الدوله والقطاع الخاص وعوائده اللي احنا شفناها في هذه الفتره؟ بالتاكيد القطاع الخاص هو عامل رئيسي في عمليه التنميه الشامله للدوله المصريه، لان طبعا الدوله بيكون لديها الامكانيات والموارد المتاحه، ولكن القطاع الخاص بيقدر ان هو يساهم ببعض التمويل، ببعض الكوادر الفنيه والاداريه اللي تساهم في تحقيق المستهدفات من المشروع، وبالتالي نصل الى زياده الانتاج في هذا القطاع. طبعا احنا كنا في 2016 قبل عملية التطوير دي كنا بنستورد بحوالي 4.5 مليار دولار من البنزين والسولار، ولكن بعد جهود الدولة في تعظيم القيمة المضافة في المشروعات وزيادة انتاجيتها دلوقتي بقينا في 2020 بنستورد ب1.5 مليار دولار. معنى كده ان احنا وفرنا خلال الفترة الماضية 3 مليار دولار. ده بيكون ليه نتائج اقتصادية ان هي تقدر تستخدم المبلغ ده في التوسعات وانشاء مشروعات جديدة تزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدل النمو. في نقطة مهمة جدا، وهي في كل مشروع الدولة بتنفذه أو بتعمل على تخطيطه بتكون حاطة في منظورها ان هي توفر من خلال تلك المشروعات فرص تشغيلية طبعاً تساهم في انخفاض معدلات البطالة. فكرة الاكتفاء الذاتي، معلش عايز ارجع للنقطة اللي فاتت يا دكتور مصطفى. طبعا حضرتك ذكرت بالارقام عملية الاستيراد والمتوفر في مصر من هذا القطاع، احنا بنتكلم عن البترول ومشتقاته. طبعا الدولة بتحاول انه في استراتيجيتها على مدار الفترة القادمة انها توصل لعملية الاكتفاء الذاتي من البترول. النهاردة بفتح هذا المجمع او بالاكتشافات اللي تم اكتشافها الفترة الماضية، هل احنا اقتربنا من عملية الاكتفاء الذاتي؟ طبعا، لان احنا حضرتك دلوقتي عند وصول اي دولة او مصر للاكتفاء الذاتي معنى كده ان هي دلوقتي تقدر توفر كافة الاحتياجات اللازمة للصناعات اللي بتستخدم البترول او الغاز الطبيعي زي مصانع السيراميك والحديد والصلب والاسمنت والعديد من الصناعات اللي بيكون الغاز الطبيعي مدخل اساسي في عملية الانتاج. وده احنا شفناه لما الدولة لما حصل عندها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وجهت بتخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع من 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 مليون وحدة حرارية. ده بيكون إيه فايدته على الاقتصاد المصري وعلى المواطن؟ على الاقتصاد المصري إن هو بيحفز المصانع دي على زيادة إنتاجتها من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي هيكون الأسعار المنتجات اللي هتخرج من المصانع هتكون بأسعار مقبولة تزيد من حالة الشراء لدى المواطن، وبالتالي ده هيكون ليه عوائد اقتصادية على الدولة وعلى المواطن بشكل عام. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه التوضيحات الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، شكرا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل قصير في خبر اليوم ونرجع لحضراتكم نكمل حلقة النهاردة، خليكم معنا.